بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنحل بوكلت رقم 66 على الباب الخامس، الكيمياء العضوية، الدرس الـ12 والأخير اللي هو درس الاسترات من كتاب الوافي مراجعة نهائية 2021. أول سؤال معانا بيقول لي: الصيغة البنائية التي أمامك تمثل إستر ينتج من تفاعل إيه مع إيه؟ طيب إحنا عارفين إن الاسترات بتتكون من إيه؟ من حمض كربوكسيلي مع كحول. المفروض دلوقتي إن هو طالب مني اسم الحمض الكربوكسيلي مع اسم الكحول، وكم حمض كربوكسيلي مع كم كحول. طيب احنا عارفين ان الاستر بيتقرأ من ناحية السي او او، لو انا قسمتها بالشكل ده اقدر اعرف مين الحمض ومين الكحول. احنا كنا بنشيل من الحمض او اتش، هرجعها له تاني، يعني هرجع للجزء ده الاو اتش وارجع للجزء ده الاتش، ما هو بدي استر ومية. تعالوا نكتب الجزء اللي على الشمال مع الـ OH ونكتب الجزء اللي على اليمين مع الـ H، يلا هيبقى CH2COOH وهنا COH بعدين COOH وهنا CH2COOH. خلي بالكوا الروابط اللي بتربط بين السي وبعضها معناها ان ده حمض كربوكسيلي واحد، مش 3 مول، ده مول واحد. مين ده؟ ده حمض كربوكسيلي اسمه حمض الستريك، وده عليك حمض ثلاثي القاعدية وثلاثي الكربوكسيل. طب تعالوا نشوف الكحول، الكحول هيبقى CH2OH، هنا اللي هي أول كربونة دي، وخلي بالكوا الكربونة الأولى متصلة بالكربونة التانية اللي هي CHOH وهنا CH2OH، رجعت له الـ H تاني، يبقى اكتشفت دلوقتي إن الكحول هو كمان كحول واحد، مش 3 مول، ده مول واحد. مين الكحول ده؟ ده كحول اسمه الجليسرول، يبقى 1 مول من حمض الستريك مع 1 مول من الايه؟ من الجليسرين، يبقى الإجابة دال. السؤال رقم 2: أي المركبات التالية تعتبر من الإسترات؟ طيب إحنا عارفين إن الإستر الصيغة العامة له إيه؟ R C دبل بوند O O R، يبقى لازم يكون في R C دبل بوند O R، أو بمعنى أدق C دبل بوند O وبعدين O. هنا هنلاقي C دبل بوند O بس بعدها C مش بعدها O، يبقى دي مش هتنفع. طب هنا ما فيهاش أصلا C دبل بوند O، يبقى دي غلط. طب هنا C دبل بوند O وبعدها O، يبقى دي صح، ده إستر حلقي. طب هنا C دبل بوند O بعدين O بعدين C دبل بوند O، لا ده مش إستر، يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال رقم 3: تنتج أميدات الأحماض بتفاعل الإسترات مع الأمونيا، والصيغة العامة لها، اللي هي الصيغة العامة لأميدات الأحماض. طيب تعالوا نشوف، إحنا عندنا الإسترات اللي هي R C دبل بوند O O R، كان ليها تحلل اسمه تحلل نشادري بفاعلها مع NH3 أو HNH2، هي نفسها NH3. كانت بتديلي أميد الحمض وكحول، الجزء ده بياخد الجزء ده كده ويطلع كحول، يبقى ROH. تمام، يبقى خلصنا كده من الكحول. نيجي بقى الأميد الحمض، الزقوا الباقي في بعضه، يبقى R C دبل بوند O بعدين NH2، يبقى الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة، هي دي أميد الإيه؟ الحمض. السؤال رقم 4: المشابه الجزيئي لبنزوات الميثايل هو. طيب تعالوا كده نكتب بنزوات الميثايل، احنا عارفين طبعا من اسم الاستر اقدر اعرف الحمض الكربوكسيلي والكحول اللي اتكون منه، الكلمة الاولى دايما بتيجي من الحمض الكربوكسيلي والكلمة التانية من الكحول، يعني الاستر ده مكون من حمض البنزويك مع الميثانول. بنزوات الميثايل اللي هو جاي من حمض البنزويك وكحول الميثانول، يبقى ده الصيغة بتاعته. تعالوا نشوف بقى الايزومر ليه او المشابه الجزيئي ليه، تعالوا نكتبهم. اول واحد فورمات الايثايل، فورمات يعني جاي من حمض الفورميك، يبقى HCO بعدين ايثايل اللي هو جاي من الايثانول، يبقى ده فورمات الايثايل. واضح جدا ان ده مش ايزومر للايه؟ للاستر اللي احنا كاتبينه. اسيتات الفينايل، اسيتات يبقى جاي من حمض الاسيتيك، يبقى CH3CO، ما هو الحمض الكربوكسيلي باخد منه ايه؟ OH، وباخد من الكحول H وكون مية. فينايل يبقى اكيد جاية من كحول، لا مش هيبقى كحول بقى، يبقى فينول، يبقى جاية من الفينول اللي هي دي O، وبعدين حلقة ايه؟ بنزين. فعلا هو ده ايزومر لده،
لو لاحظتوها اصلا هتلاقوها حلقه بنزين سي او او سي اتش 3 وهنا حلقه بنزين و او او سي سي اتش 3. يفرق؟ اه طبعا يفرق، لان اصلا الاستر بيتقرأ من الاتجاه ده من ناحيه السي او او، يعني بيتقرأ كده وده بيتقرأ كده. يعني الحمض الكربوكسيلي جه في الاول اهو اللي هو بنزوات ميثايل، اما هنا اسيتات فينايل، يبقى ده الايزومر لي. يبقى الاجابه الصحيحه هي باء. السؤال رقم 5، الصيغه الكيميائيه للاستر الناتج من تفاعل حمض الاسيتيك مع الميثانول. يلا، حمض الاسيتيك اللي هو ايه؟ CH3COOH، تمام، مع الميثانول اللي هو CH3OH، وكنا بنحط على السهم ده حمض الكبريتيك المركز كنازع للماء ويمنع التفاعل الايه؟ العكسي. التفاعل ده كان بيتم ازاي؟ نزع الميه بيتم اتش من الكحول واو اتش منين؟ من الحمض، يكون لي استر وميه. الاستر هيبقى مين؟ سي اتش 3 سي او، وكمل بعدين او سي اتش 3 بعدين اتش 2 او خرجت بره، يبقى ده الاستر اللي اتكون اللي هو سي اتش 3 سي او او سي اتش 3 اللي هو الاجابه باء. السؤال رقم 6، الاستر الذي يتحلل نشادريا مكونا اسيتاميد هو؟ طيب احنا قلنا لما يكون عندنا استر ونفعله مع النشادر ايه اللي هيحصل؟ هيكون اميد الحمض وكحول. كنا بنعمل ايه؟ بنقوم اسمنه كده من عند السي او او، والجزء بتاع الكحول ارجعه لاصله لان كده كده لازم يتكون كحول، فياخد اتش وده ياخد مين؟ ان اتش 2. تعالوا نشوف ايه اللي هيطلع، يبقى سي اتش 3 سي اتش 2 بعدين سي او NH2 زائد CH3OH، يبقى كده كونت أميد الحمض وكحول. بس الأميد اللي قدامنا ده مش الأسيتاميد، الأسيتاميد فيه 2 كربون بس مش 3. تعالوا للإجابة اللي بعدها، خلي بالك بقى هنا خدعك، كاتب الإستر مقلوب، يعني المفروض إن إحنا بنقرأ كده COO، شايفين المثال اللي هو رقم ألف؟ طب وده COO تمام، وهنا COO. شايفين السؤال في اللي هو الاجابه بقى دي؟ هو جايبها معكوسه، كاتبها سي او او، يعني هنقرا كده. يبقى حاول الاول تعدل المركب عشان ما تتلخبطش. نعدله ازاي؟ يعني نجيبه كده سي اتش 3 سي او او سي 2 اتش 5. كده انا عدلت الاستر عشان ما تتلخبطش، لو انت شاطر في الجزئيه دي عادي مفيش مشكله يعني، ما تعدلش ولا حاجه. يبقى اتش ان اتش 2 اللي هو النشادر. قلنا ايه اللي بيحصل؟ باجي من عند السي او او واقسم المركب كده، كده كده لازم يرجع مين؟ الكحول، يبقى الجزء ده هياخد له اتش، وهنا ياخد مين؟ ال ان اتش 2. ايه اللي هيتكون بقى؟ هيتكون اميد الحمض وكحول اللي هو سي اتش 3 سي او ان اتش 2 زائد سي 2 اتش 5 او اتش اللي هو الايثانول، وفعلا كون لي مين؟ الاسيتاميد. يبقى دي الاجابه الصحيحه. السؤال رقم 7، التحلل المائي القاعدي لإستر بروبانوات الميثايل ينتج عنه. طيب احنا عارفين ان التحلل المائي القاعدي بيكون ايه؟ ملح الحمض وكحول. يعني التحلل المائي القاعدي بضيف NaOH، الاتش دي تروح للايه؟ للكحول وتكونه، والONa تروح للحمض وتكون لي ملح الحمض. يعني ايه؟ يعني قلنا هنقسم الاستر من الجزئية دي، هنا هياخد الاتش عشان يرجع للكحول. احنا اتفقنا اي تحلل مائي قاعدي لاستر هيكون ملح الحمض اللي هو او ان اي اضيفها هنا والاتش اضيفها هنا، ما هي دي ان اي او اتش. يلا قولوا لي بقى هيكون ايه؟ يبقى سي اتش 3 سي اتش 2 سي او او ان اي، ده ملح الحمض، والكحول هيبقى سي اتش 3 او اتش. يبقى سواء كان تحلل مائي في وسط حامضي او وسط قاعدي او تحلل نشادري، كده كده الكحول لازم يتكون. يبقى بداية انا هكنسل الاجابة الف وباء لانه كون للحمض مش ملح الحمض. اما الاجابة جيم ودال فعلا كون ملح الحمض وكحول، بس انهي فيهم صح؟ اللي هي الاجابة جيم اللي هي كاتبينها احنا اصلا كمعادلة فوقها. السؤال رقم 8، ما اسم الايوبات للحمض الذي يشتق منه الاميد التالي؟ وجايب لي اميد اهو، قلناها اكتر من مره في البوكليت ده. انا اصلا كنت باخد مين من الحمض؟ الاو اتش من الحمض واتش من الكحول عشان اكون اصلا اي استر، صح ولا لا؟ هو عايز
الحمض اللي اتكون منه الأميد ده، يبقى رجع له الـ OH تاني، يبقى CH3 CH2 CH2 بعدين CO. هنا بقى حط مكانها مين؟ الـ OH. يبقى هو ده الحمض الكربوكسيلي. الحمض الكربوكسيلي ده فيه كام كربونة؟ 4. يبقى اسمه حمض البيوتانويك. احنا عارفين ان الاحماض الكربوكسيلية الاليفاتية بيبقى اسمها ايه؟ بيوتانويك، بروبانويك، ايثانويك، اللي هي حمض الالكانويك. السؤال رقم 9، يمكن الحصول على زيت المروخ من 2 هيدروكسي بنزل دهيد اللي هو المركب ده عن طريق ايه؟ اكسدة ولا اختزال؟ وبعدين افعلها مع حمض ولا كحول؟ طب تعالوا ما افكركوا اصلا بزيت المروخ ده اساسا، يعني زي ما انتوا شايفين في كتاب المدرسة، زيت المروخ حضرناه من حمض الصلسلك. حمض الصلسلك هنا بيسلك سلوك الحمض الكربوكسيلي مش الفينول، فبنفعله مع كحول، فاكيد الجزء بتاع الكحول ده هيتفاعل مع الجزء بتاع الحمض الكربوكسيلي اللي هو COOH، ويكون لي استر صلصلات الميثايل اللي هي زيت المروخ. يبقى انا دلوقتي عندي الديهيد في السؤال بتاعي، لازم اكسد الالديهيد ده عشان يتحول الى حمض ايه؟ كربوكسيلي، ويكون حمض الصلصلك. بعدين افعل حمض الصلصلك ده مع مين؟ مع الميثانول عشان يكون زيت المروخ. يبقى هعمل اكسده وبعدين هفعله مع مين؟ مع الميثانول. يبقى أكسدة ثم تفاعل مع الميثانول، يبقى الإجابة جيم. طبعا هعمل أكسدة عشان أحول ده إلى COOH، أحولها من ألديد إلى حمض كربوكسيل اللي هو حمض الإيه؟ الصلصلك. السؤال رقم 10، آخر سؤال معانا، تتفق الصيغة الكيميائية RCOOR اللي هي الإسترات مع الصيغة العامة للأحماض. البوكلت اللي فات أنا قلت NCN H2N O2 دي عبارة عن أحماض كربوكسيلية أليفاتية مشبعة، مشبعة اللي هو الآر اللي فيها ما فيهاش دبل بوند ولا تريبل بوند، كلها روابط أحادية، تمام؟ وبتبقى برضو أيزومرات لمين؟ للإستر. يعني CnH2NO2 ممكن يكون حمض كربوكسيلي أليفاتي أحاد الكربوكسيل، وممكن يكون إيه؟ إستر. يبقى الـ RCOOR دي إسترات ممكن تكون ايزومرات لحمض كربوكسيلي اليفاتي احادي الكربوكسيل، يبقى الاجابه الف. كده البوكلت ده خلص يا شباب، بالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله.